أرح فؤادك من هم الوجودات، وارجع إلى الله عن ماض وعن آت، واستغفر الله من ذنب وقعت به، فالله بالفضل ماحٍ للخطيئات. قال: وكان في المدينة تسعة رهط. في المدينة اللي هي مدينة صالح، مدائن صالح، محل إقامته، تسعة رهط، تسع أشخاص يفسدون في الأرض. بإيش؟ بجهلهم ومعاصيهم وعنادهم وتمردهم على الله ونبي الله ورسالة الله، ولا يصلحون. فكان من جملة فسادهم لما قوم صالح طلبوا معجزة تدل على أن صحيح نبي وصادق في نبوته، طلبوا أنه طالع له من الصخرة ناقة. الله طالع له الناقة وحبله وولدت، فأرادوا أن يعقروها نكاية بصالح، بعدين فعقروها. لما عقروها قال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. بعد العقر ثلاثة أيام معكم مريض. أول يوم وجوهكم تصير صفراء، ثاني يوم حمراء، ثالث يوم سوداء، اليوم الرابع بيكون الإعدام العمومي. فلما سمعوا قال: ما دام هيك إذا كان صادق خلينا نبدأ فيه، ناخد تارنا قبل ما يبدأ فينا، وإذا كان كذاب نستريح منه. فراعوا التسعة وتقاسموا بالله، حلفوا الأيمان بين بعضهم البعض: لنبيتنه وأهله. بالليل نهجم عليه، بظلام الليل مثله هو وإيش وعيلته وأولاده والكل بظلام الليل. ثم إذا حدا اتهمنا من عشيرته من عائلته لنقولن لوليه، اللي بده يطالب بدمه من عشيرته: ما شهدنا مهلك أهله. إنه بالعتلة بحدا بيشوف بدهم يتلوهن في الظلام، وإنا لصادقون. عندهم ورع عن الكذب، لكن ما عندهم ورع عن قتل الأنبياء. نقتله بالعتمة ونعرف يمين حتى ما نحنس وما تلزمنا كفارة يمين وما نكون كذابين، لكن بدهم ينفوا الكذب عن حالهم، لكن ما فكر ينفوا جريمة القتل، قتل الأنبي النبي، عن أنفسهم. قال: ومكروا مكرا. قال: المكر هو التدبير الخفي للإضرار بالغير، تعمل شيء ضد غيرك بشكل خفي عنه ما يعرفه ما يشوفه حتى توقعه في الضرر أو في الهلكة. وصرف الغير عم أو صرف الغير بدكم يشتري شروة، يجوز جوازة تمكر فيه تصرفه عن الجوازة عن الشروة بحيلة من الحيل وما يعرف قصدك، إما أن توصله إلى شر أو تمنعه عن خير بحيلة يجهل أسبابها ومقاصدها وأهدافها. قال: هن مكروا مكرا. إذا كان سيدنا صالح رسول من عند الله وجندي من عند الله وموظف عند الله، الجندي إذا صار عليه شيء دوته ما بسأل عنه؟ دوته ما بسأل؟ يا الله ما بده يسأل عنه؟ قال: إيه ومكروا مكرا. قال: إيه ومكرنا مكرا. الله وقت بده يمكر بواحد بيغنيه ليدمره ويفنيه، بيعزه بيطالعه لفوق، الناس يقول ما شاء الله ديش عم يترقى عم يترقى، لحتى عادي يزده من فوق المادنة، لأنه لو زدته من أول درجة
بالشرق قلبي اعمى بتفركش يعني بتتلوث وجهته شويه تراب ينفضون. اما اذا علاه ورقاه ورفعه وقالوا الناس عم يعزه لسابع درجه لمئة درجه وبعدين كرفته من فوق، هذا مكر الله. فلا ينغر الانسان يا ابني بشبابه، بعزه، بماله، بجاهه، بسلطانه، إذا كان لا يتقي الله. إذا يتقي الله في أعماله، في نظراته، في تفكيره، في إرادته، في كل حركة من حركاته. الله يا أبي، الله، هل خلق الكون؟ هل خلق المخ؟ هل خلق الخلايا؟ هل خلق الروح؟ خلق لك الإيد اللي عم تكتب فيها، العين اللي عم تنظر فيها، العقل اللي عم تفكر فيه، ألا يعلم من خلق؟ فبكرة إذا كنت عم تعمل شيء لا يرضي، عم تعمل شيء عكس رسالته وعكس إرادته في إسعاد مخلوقاته. وقال لك ما ذكرتني في هذيك الساعة أني أنا مطلع عليك وشايفك وبدي حاسبك وأمامك محاكمة إلهية. وقد الله يحاكمك في الدنيا وقد يحاكمك في الآخرة.